أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول سيدي الشيخ الأكبر والنور الأزهر محيي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي، نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة، الحمد لله على توفيقه، وأسأله الهداية إلى طريقه، وإلهاما على تحقيقه، وقلبا مؤمنا إلى تصديقه، وعقلا نورانيا بعناية تسبيقه، وروحا روحانيا إلى تشريقه، ونفسا مطمئنة من الجهل وتطبيقه، وسرا زاهرا بسلسبيل الفتح ورحيقه، وفهما لامعا بإلماع الفكر وبريقه، ولسانا مبسوطا ببساط البسط وترويقه، وفكرا سامعا عين زخرف الفاني وتزويقه، وبصيرة تشاهد سر الوجود في تغريب الكون وتشريقه، وحواسا سالمة بمجاري الروح وتطريقه، وفطرة طاهرة من زكام النقص وتطبيقه، وقريحة منقادة بزمام الشرع وتوثيقه، ووقتا مساعدا لجمعه وتفريقه، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وآله وفريقه، والخلفاء من بعده والتابعين سلوك طريقه، وسلم تسليما. أما بعد، فإن المراد هو الله في الوجود والشهود، وهو المقصود ولا إنكار ولا جحود، وهو حسبي ونعم الوكيل. فهذه الأوراد الأسبوعية السبعة النهارية، ويليها السبعة الليلية، وبالله التوفيق.